بصوا بقى، انا عايزكم تركزوا معايا قوي في كل كلمة هقولها. ده بنك اليومي، ده اكبر بنك في تل ابيب. البنك ده ملوش غير مدخل عمومي واحد، عليه كاميرتين مراقبة وتصوير، غير افراد الامن اللي بره وعربيتين شرطة، دول موجودين 24 ساعة. البنك ده من جوه عبارة عن 3 ادوار، كل دور فيه 6 كاميرات مراقبة وتسجيل بتمسح الطرقة فتفوتة فتفوتة، يعني لو في نملة في آخر الطرقة ترصدها برضه. كل اللي بتصوره الكاميرات بيظهر في غرفة التحكم اللي موجودة في الدور الثاني. غرفة التحكم دي فيها 4 أفراد مراقبة، دول برضه بيقعدوا 24 ساعة. في الدور الثالث فيه طرقة طويلة هنمشي فيها، هنلاقي أسانسير في وشنا، هنركب الأسانسير هينزلنا في الدور الأرضي، وده أهم دور بالنسبة لنا. ليه يا باشا؟ لأن الدور ده فيه الطرقة الطويلة اللي هتوصلنا للخزنة اللي فيها الفلوس. بس هنا في مشكلة. إيه هي يا باشا؟ الطرقة اللي هنعدي منها أولها باب حديد إلكتروني له شفرة خاصة عشان يتفتح، بس برضه مش ده المشكلة. ما المشكلة فيها يا باشا؟ الباب ده بعد ما يتقفل بتظهر شبكة كبيرة من أشعة الليزر المميتة. الشبكة دي تبتدي تتحرك في اتجاه الشخص اللي داخل من الباب، كنوع من الحماية ضد أي شخص يحاول يخش مكان الخزينة. أشعة الليزر دي أشعة قاتلة، بتحرق أي حد تلمسه، فظيعة. أيوة أنا جايبيه، بس إحنا هنعمل إيه؟ أقصد يعني هنوصل للخزنة دي إزاي؟ أنا اديت لزاهر سيدي عليه السيستم الأمني بتاع البنك، وهو درسه كويس، وهو اللي هيفك لنا الشفرات الخاصة بتاعت أجهزة المراقبة، وهيبطل لنا مفعول الليزر. طب معلش يا باشا سؤال، هو إحنا إزاي هنعدي من الباب الحديد اللي قدام الخزنة ده؟ أمال عبد الجليل كان بيتمرن على إيه؟ عبد الجليل دلوقتي ما شاء الله ما فيش أي قضبان حديد تقف قصاده، حتى لو فولاذ وفي أقل وقت ممكن. الفلوس هنحطها في شنط، كل واحد منكم هشيل شنطتين، والتهامي هشيل الباقي. التهامي ما شاء الله بيشيل دلوقتي 180 كيلو بيجري بيهم اكنه مش شايل حاجه. احنا هنخش البنك ده امتى يا باشا؟ وازاي اصلا هنخشه بعد كل اجراءات الامن اللي سيادتك قلت لنا عليها دي؟ امتى؟ بكره بالليل عشان بيبقى السبت، تل ابيب بتبقى فاضيه. ازاي؟ في مبنى قدام البنك بتاعنا، ده مبنى إداري وسكني، الأدوار الأولانية بتبقى مكاتب وإدارات، الأدوار الأخيرة بتبقى شقق. إحنا هنقعد في الشقة من دول لحد نص الليل ونبدأ العملية. هنطلع من السلم لغاية السطوح، وهنا بقى تيجي مهمتك يا حسام. مهمتي؟ في ساري علم بارز من مبنى البنك مواجه للسطوح بتاع المبنى السكني اللي إحنا هنكون واقفين عليه، المسافة بينهم 8 متر، وانت دلوقتي ما شاء الله بتنطهم بسهولة. كل اللي مطلوب منك انك انت هتنط من السطوح بتاع المبنى السكني لمبنى البنك. تهامي هيرمي لك حبل في نهايته خطاف، انت هتربط الخطاف ده في عمود حديد فوق السطح بتاع البنك. احنا من الناحية التانية هنربط الحبل في عمود حديد برضو فوق السطح اللي احنا فيه، وهنعدي لك. لا مؤاخذة يا باشا، يعني احنا هنهبق على البنك ده منين في الاخر؟ احنا هنخش من الباب الالكتروني بتاع السطوح، وده هيودينا للسلالم الداخليه بتاعه البنك. الشفره بتاعه الباب الالكتروني موجوده مع زاهر على السي دي. طب افرض يا باشا ان حد شافنا واحنا بنعدي. المبنى ده موجود بعد مبنى البنك بحوالي 4 عمارات في اخر الشارع، هو لسه تحت الانشاء، هنرمي فيه قنبله هيعملها لنا الشيخ حسن. القنبله دي معموله من مواد بسيطه جدا، طبعا احنا مش هنقدر ناخد القنبله دي معانا، انما لما هنحتاج لها الشيخ حسن هيعملها لنا في اقل من 10 دقائق، مش كده يا شيخ حسن؟ وفي اقل من كده ان شاء الله يا باشا. الامن والبوليس طبعا هيجروا ناحيه انفجار في الوقت اللي احنا هنبقى فيه جوه البنك. هو مين اللي هيرمي القنبله يا باشا؟ انت يا ابراهيم. انا خريج اداب. ما تخافش يا ابراهيم، المساله بمنتهى البساطه. تخيل انك انت ماشي في الشارع وعايز تشرب سيجاره،
طلعت علبة السجاير بتاعتك ما لقيتش فيها غير سجارة واحدة. هتاخد السجارة وهتروح مطوح علبة السجاير بعيد عنك، فيها حاجة دي؟ ما هي علبة السجاير دي هي القنبلة. طب على خيرة الله. أمال حضرتك قلت لي ليه لازم أتكلم عبري كويس؟ عشان أنت هتكون ماشي في الشارع، أي حد يسألك سؤال كده يكلمك كلمة كده لازم ترد عليه بمنتهى الثقة والثبات عشان ما يشكش إنك أنت مش من أهل البلد. فهمت يا إبراهيم؟ فهمت يا باشا. معلش يا باشا بس آخر سؤال. دلوقتي إحنا بعد ما هنعدي من سطوح العمارة لسطوح البنك اللي المسافة بينهم 8 متر وننزل البنك اللي مليان كاميرات مراقبة ونعدي من الطرقة اللي مليانة ليزر بيموت ونخش من باب الخزنة الفولاذي الحديد وبعد ما نخرج من البنك بكل الشنط دي اللي قدامه حراسة مشددة في أم الليلة السودة دي هنرجع مصر عادي؟ هنرجع إبراهيم، هنرجع. ربنا يوفقنا إن شاء الله. إحنا هنمشي دلوقتي، يلا بينا. كل واحد عارف دوره كويس؟ تمام يا باشا. خد إبراهيم. مقبول يا باشا. إيه دي؟ قنبلة. من إيد من أعدامها؟ هترميها جوه المبنى اللي في آخر الشارع. المبنى ده كان مبنى تابع للتحقيقات تبع المخابرات الإسرائيلية، وهو دلوقتي تحت الإصلاح، ما فيهوش حد خالص. مش معنى المبنى ده بس اللي هنفجره يا باشا؟ ليه ما نفجرش أكتر عشان ربنا يكافئنا أكتر؟ إحنا مش جايين نقتل يا شيخ حسن، إحنا جايين ناخد فلوسنا ونمشي. مش عايز غلطة. ده كل حاجة مشيت حسب الخطة اللي أنا راسمها، كلنا بكرة الصبح هنبقى في مصر، وكل واحد هيبقى معاه ملايين من الدولارات. هاني يلا مع ابراهيم، عايز كل حاجه تبقى طبيعيه. هاني انا في سؤال كاتمه في قلبي من غزه لتل ابيب. ابراهيم ما تتكلمش عربي هنا هتودينا في داهيه. حد قال لك ان عينيكي حلوه جدا؟ حد قال لك ان انت انسان مش طبيعي؟ الله ليه بس كده؟ ووقت الكلام الفارغ ده يا ابراهيم؟ يعني يا حبيبتي لو الواحد ما عبرش عن اللي جواه في اي لحظه ممكن يفرقع يطق. طب يلا. شالوم شالوم شالوم. ايه يا ابراهيم، انت متاكد انك انت فتحت القنبله قبل ما ترميها؟ الا متاكد يا باشا، القنبله جوه المبنى وجاهزه للانفجار. امال انت فيها يا شيخ حسن؟ مش عارف انا ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا عامل كل حاجه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا شيخ حسن، يلا يلا.
ايه ده؟ كان في ساري حديد هنا، ايه اللي شاله؟ المسافة كبرت. مش هينفع. هنطلع يا باشا. نط ايه؟ مش هينفع. انا نازل تحت نهدى شوية كام يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه. لا يا باشا مش هننزل. انا هنطها. تنط مين يا ابن المجنونة؟ ده أكتر من 8 متر. نفذ الأمر. يلا كلنا هنازل. لا يا باشا، أنا هنط. احنا ما جيناش كل ده عشان نرجع ايد ورا وايد قدام. خطة ساعتك هتتنفذ. وزي ما قلت لنا بالظبط. أنا قلت لأ. أنا مش جايبكوا هنا عشان تموتوا. الأعمار بيد الله يا باشا. وحياة أبويا ما هرجع مهما حصل. ما تخافش عليا يا باشا. ما تخافش. أنا المرة دي مش هفشل. أنا حاسس إن أنا هنجح إن شاء الله. لأ. أبوس إيدك يا باشا، ما تحرمنيش من الفرصة دي. والله العظيم ثلاثة هجيبها. ثلاث أرباع النجاح الواحد بيحس بيه قبل ما يوصل له. قلت لك لأ. يا باشا أنا لما خسرت في الأولمبياد كنت عارف إني هخسر حتى قبل ما أنط. إنما المرة دي هجيبها. والمصحف الشريف هتيجي. أنا زمان يا باشا كنت محبط وقرفان ومش طايق حياتي. ما كانش عندي رغبة إن أنا أعمل أي حاجة. إنما أنا دلوقتي حاسس إن أنا إنسان تاني. أنا كنت ضايع يا باشا، وأنت خليتني ألاقي نفسي. أبوس إيدك سيبني أنط. اسمع كلام ناجي بيه يا حسين. لا يا هاني. حتى لو لغيت العملية يا باشا. حتى لو كلكم نزلتوا تحت وسبتوني. أنا هستنى هنا لوحدي وهجري وأنط الناحية التانية. حسام، أنت اتجننت؟ لا يا إبراهيم ما اتجننتش، بالعكس. أنا عاقل جدا وعارف أنا بقول إيه كويس. ولعلمك أنا مش هنط النطة دي عشان خاطر الفلوس. أنا كل اللي كنت عايزه من الفلوس إني أعمل عملية أبويا، إنما أنا ما بحبش الفلوس. أنا ثقتي في نفسي رجعت لي يا باشا. ودي بالنسبة لي هي نطة الثقة. تحت السنينة في الجراج. حاضر يا باشا. توامي ابعت لحسام الواير.
بالليل. يلا هوبا. يلا نط. الواير ده جامد يا باشا؟ لا. طب على خيرة الله. ما التهامي نط قدامك. يلا. هوبا يا حسن. يلا زاهر. مش هقدر مش هقدر. ايه؟ مش هقدر يا باشا. انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا لو بصيت تحت ممكن اموت. ما تخافش، انا هزقك وغمض عينيك. مش هينفع، عشان خاطري يا باشا، انا ممكن اعطل كل الكاميرات اللي جوه البنك، واشتغل كمان على الليزر، ممكن اخلص كل شغلي من هنا. طب وهنتقابل ازاي؟ هخلص شغلي وانزل استناكوا تحت معانا. انا ما بحبش القرارات المفاجئه دي. مش قرار والله العظيم يا باشا، عشان خاطري، عشان خاطري. طب اسمع. الموبايل ده بيني وبينك بس، خليه مفتوح على طول. ها؟ انا هنط النطه وانت هتفك الواير، والتهامي هيستلموا منك هناك، تخلص شغلك وتستنانا في الجراج تحت. ها؟ حضرتك ايه؟ زاهر افتح باب السطور. حاضر 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 يا باشا. Thank you.
ايوه الزاهر، احنا نازلين على الممر اللي فيه الخزنه. بطل الكاميرات. حاضر يا باشا. زاهر، احنا قدام الباب الحديد دي اللي بيودي على الممر بتاع الخزنه. حاضر يا باشا. أشعة الليزر، محدش يتحرك إلا بإشارة مني. الأشعة دي لو لمست أي حد هتخلص عليه في ثواني. يا خفي يا ألطف تجيب من المخاوف. يا زاهر، زاهر، إحنا في الكوريدور والأشعة داخلة علينا. حاضر. بسرعة زاهر، يلا يا زاهر بسرعة. حاضر. زاهر يا باشا في حد طلع السلم. زاهر قفل الجهاز. الكورة مسكوة يا باشا.
محدش يتحرك من مكانه. ناجي باشا، ناجي باشا سامعني؟ أنا سامعك يا زاهر، الليزر جاي علينا. ماشي يلا يا زاهر بسرعة يا زاهر. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا باشا. الليزر جاي علينا. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا يا زاهر. أنا سامعك يا زاهر، الليزر جاي علينا. ماشي يلا يا زاهر بسرعة يا زاهر. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا باشا. الليزر جاي علينا. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا يا زاهر. خلاص خلاص يا باشا. لو قرارك لهم بعدوني مش يهم يساحق لتانو مسحاق يلوكي أفل بتسوراك يتشاط قشار أني مدبر إدخام من منكم هروع عدو
افتح باب الخزنة. حاضر حاضر يا باشا. شايفين المنظر؟ أحلى منظر الواحد ممكن يشوفه في حياته. يلا بسرعة، لازم أبرر البنك في أقل من 5 دقايق. ازرع جراج، احنا خلصنا الاثنين. يلا thank you.
زوزو. مش جايين نقتل، يلا